بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أقامت وزارة الخارجية مساء يوم أمس بمسرح البحرين الوطني غبقة رمضانية تكريما لأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدة لدى مملكة البحرين، يتقدمهم سعادة السيد رامي صالح حريكات العدوان عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين. وقد قام سعادة وزير الخارجية بالمشاركة مع أصحاب السعادة السفراء بجولة في الركن التراثي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثار، والذي عكس الموروث البحريني الأصيل من مختلف الصناعات البحرينية. وبهذه المناسبة أعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص الشكر لأصحاب السعادة السفراء على تلبيتهم الدعوة، ومؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالجهود الطيبة التي يقوم بها أصحاب السعادة السفراء في ترسيخ علاقات التعاون المشتركة بين مملكة البحرين ودولهم والدفع بها نحو آفاق أشمل تحقيقا المصالح المشتركة. أكد سعادة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة على كافة المستويات، بما يمكنهم من تأدية مهامهم الدبلوماسية على أكمل وجه ويسهم في نجاح عملهم في توطيد مختلف أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولهم الشقيقة والصديقة تحقيقا للأهداف والتطلعات المشتركة. من جانبهم أعرب أصحاب السعادة السفراء عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الخارجية على تنظيم هذه الغبقة الرمضانية بما تحمله من معاني ودلالات على أصالة العادات والتقاليد الاجتماعية العريقة في هذا الشهر الفضيل، مؤكدين أن هذا التواصل المستمر بين الوزارات والبعثات الدبلوماسية يعزز من فرص التعارف والتقارب ويسهم في نجاح جهود الجانبين في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ودولهم الشقيقة والصديقة، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي والازدهار.